السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بتلاميذ السنة الثانية بكالوريا. هذا الجزء الثاني من التمرين الخاص بالتضمين الواسع، ونشوفوه مجموعين. لاستقبال إشارة مضمنة وإزالة التضمين، نستعمل التركيب الممثل في شكل ثلاثة. حنا كنعرفو في الجزء الأول وأننا درنا التضمين وأننا رسلنا داك المعلومة، فدابا كيجي الوقت بأننا نستقبلوها ونحيدو التضمين. أعطونا هاد المعطيات اللي كنشوفوهم هنا: C0 قابلة للضبط، FP FS L0. واحد، ما دور الجزء الأول من التركيب؟ علي جوابك. نجاوبو على هاد السؤال، محدنا باقين في الشكل ثلاثة. الجزء الأول الهدف منه هو أنني نستقبل المعلومة بداك التردد ديالها، التردد الخاص بها عبر الهوائي، لأن الهوائي كيلعب الدور ديال تيحول بين الموجات الكهرومغناطيسية اللي جات هنايا اللي استقبلها، وكيحولها لواحد الإشارة كهربائية اللي هي ضعيفة في الوسع ديالها، إشارة كهربائية ضعيفة. داكشي علاش هنا كنديرو التضخيم، تركيب ديال التضخيم باش نضخموها وعاد نحيدو الموجة الحاملة ونستخرجو المعلومة في الجزء الثاني والجزء الثالث. المهم ما نخرجوش على الجزء الأول. الجزء الأول قلنا الهدف منه هو استقبال الإشارة المراد الاستماع لها ولا المعلومة اللي جايانا. جوج، ما هي القيمة التي يجب أن تأخذها السيزارو لكي يتحقق هذا الجزء من الدارة والهدف المتوخى منه؟ نأخذ ب مربع كتساوي 10، يعني في الحساب ملي غادي نجي نحسب كالكيلاتريس ب مربع نديرها كتساوي 10. لانتقاء موجة يجب أن يكون ترددها يساوي تردد LC. LC هو ذاك المرشح اللي كيستقبل ليا الموجة واللي عنده واحد تردد ديال الممانعة. هذا بالنسبة للعلوم الرياضية هيكونوا شافوا هاد الدرس هذا. يعني FP كيساوي F0 كيساوي 1 على 2P جذر ديال LC. غادي نحاول نخرج السي اللي انا باغي نبحث عليها من بين هادشي كامل، وشنو غادي ندير؟ غادي ندي جذر LC ضرب ديال FP على هاد الشكل هذا. FP ضرب ديال جذر LC غيساوي 1 على 2P، وهنا غادي نحاول ندي FP وثاني ضرب ديال 2P غير باش نخرج السي على هاد الشكل هذا. جذر ديال LC كيساوي 1 على 2P FP. ودابا غادي ندير كل شيء مربع باش نحيد الجذر، وغادي نخرج السي. هنا درت L0 C0 لأن هي اللي معطية ليا في التمرين، وغادي نخرج C0 هي 1 على 2P مربع في FP. ولا ديت L قسمة غادي تولي ضرب ديال L على هاد الشكل هذا، وغادي نحسبها غادي نلقاها هي 6.25 نانو فاراد. بي مربع إلا بغيت نحسب بكالكيلاتريس نديرها كتساوي 10، في الحساب نديرها كتساوي 10، وعندي FP عندي L0 وغادي نحسبها. السؤال 3، ما دور الجزء الثاني وما هو الشرط اللازم للحصول على غلاف جيد؟ الجزء الثاني قلنا هو كشف الغلاف. هنا عندي الصمام الثنائي، شنو هو الصمام الثنائي؟ شنو الدور ديالو هنا؟ هو انه كيحذف ليا داك الجهات السالبه. داكشي علاش حنا كنديروا واحد التضمين جيد اننا كنهزوا المعلومه الفوق وكنخليوها بعيده على الجهات السالبه، لان هاد الصمام الثنائي غيحذف ليا داك الجهات السالبه وغيخلي ليا الجهات الموجبه. وهذا المرشح اللي هو CR اللي هو فلتر غادي يحذف ليا الموجه اللي عندها تردد كبير اللي هي الموجه الحامله، ويخلي لي المعلومة تدوز. الدور الجزء الثاني هو كشف الغلاف، والشرط الحصول على كشف جيد للغلاف هو أن الطو اللي هي الخاصة بداك المرشح اللي هو RC تكون كبر بزاف من TP وتكون صغر من TS. علما أن السي كتساوي 0.1 ميكرو فاراد، هاد السي هادي، حدد R قيمة المناسبة للمقاومة
الضارة من بين القيم التالية 200 أوم 2 أوم 20 كيلو أوم. هنا غادي نجي طو قلنا محصورة بين تي بي و تي اس. طو شنو كتمثل ليها؟ هي ار سي و تي بي شناهي؟ هي واحد على اف بي و تي اس هي واحد على اف اس. دابا غادي نقسم على ياش على سي. غادي تولي هي واحد على اف بي ضرب ديال سي كتساوي اكبر من ار اصغر عفوا من ار. وهنا واحد على اف اس في سي. دابا غادي نخرج القيمة ديال المقاومة وانا عندي كاع هاد المعطيات. غادي نلقاها هي 500 تكون ار كبر من 500 اوم وصغر من 10 كيلو اوم. ومن هذاك القيم اللي عطاوني هنا غادي نختار القيمة اللي هي مناسبة اللي قريبة من بين هاد الثلاثة. خمسة، ما هو الدور الجزء الثالث؟ دور الجزء الثالث هو الحذف ديال المركبة المستمرة. علاش؟ حيت هذا واحد المرشح ممرر للتوترات العالية، الترددات عفوا، الترددات العالية، أي أن ذاك المركبة المستمرة ما عندهاش تردد، هي مركبة مستمرة تيار ثابت، ما عندهاش واحد التردد، التردد ديالها صفر. فهنا كتحبس في المكتف هذا كتحبس، وهنا كنستخرجوا المعلومة بدون ذاك المركبة المستمرة. هذا هو الدور ديال الجزء الثالث. الجزء الثالث من التمرين، أقرن كل منحنى من منحنيات الممثل في الشكل 4 بالتوتر المناسب له من بين التوترات التالية: التوتر الحامل، إشارة المراد إرسالها، التوتر المضمن، التوتر المقاوم. التوتر الحامل، شنو الموجة الحاملة؟ شنو قلنا في الخصائص ديالها؟ يكون عندها التوتر الحامل، يكون عندها واحد التردد، ويكون عندها واحد الوسع ثابت. هي الشكل هي اللي كتمثل ليا المنحنى اللي هو باء، تمثل ليا باء. الإشارة المراد إرسالها قلنا هي المعلومة اللي عندها واحد تردد صغير، أي أن عندها واحد الوسع كبير، وهي اللي كنشوفوه هنا. هذه هي المعلومة، هي ذا. التوتر المضمن هو المعلومة زائد المعلومة هي هذه زائد الموجة الحاملة، وهما اللي كيعطوني ألف واللي كيمثل التوتر المضمن، أي أن الموجة الحاملة والوسع ديالها كيتغير بدلالة المعلومة. كيبقى التوتر المقاوم هو جيم. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو الثاني، وإلى اللقاء في درس جديد.